Barakah Ramadan dengan memberi. Kempen sejuta barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, kira-kira 5,000 keluarga telah disantuni termasuk dalam dan luar negara sepanjang Ramadan tahun lalu dengan dana terkumpul menghampiri RM1 juta Malaysia. Sumbangan ini akan disalurkan kepada asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi sepanjang bulan Ramadan ini dan selepas Aidilfitri di dalam dan juga di luar negara. Sumbangan dibuka untuk iftar, pek makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Layari barakahramadan.com atau hubungi hotline 011-2051-1909. Ayuh, para dermawan sekalian, kita jayakan lagi pada tahun ini agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada sumbangan kita. Walau sekecil mana, ia tetap bernilai di sisi Allah dan amat berharga dan bererti untuk insan-insan yang kita sedang santuni. Haluan berakhlak, mendidik dan berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ahlan bikum ya ma'ashara al-ikhwati wal-akhawat fi liqa'in yatajaddadu ma'akum ma'a ayatin karimatin azimatin min surati Muhammad min surati nabiyina Muhammadin salawatullahi wa salamu alayhi wa hiya ayah raqam 38. يقول الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. هذه الآية العظيمة المخيفة من الله سبحانه وتعالى تأتي في سياق إنفاقنا للمال لله سبحانه وتعالى وتهديدا منه سبحانه وتعالى للذين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله بما أمرهم الله سبحانه وتعالى من الزكاة وبما افترض عليهم حقا مفروضا معلوما في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه سيستبدله بقوم آخرين. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. كم سمعنا من الآيات التي تحضنا على إنفاق أموالنا في سبيل الله؟ كم سمعنا من الآيات والأحاديث من النبي صلوات الله وسلامه عليه التي تشجعنا على أن ننفق أموالنا في سبيل الله؟ قال الله سبحانه وتعالى فمنكم من يبخل. نجد بعضنا الذي يستصعب أن يخرج مالا من نفسه يعطيه في سبيل الله سبحانه وتعالى وإن أعطى فإنه يعطي القليل ولا يعطي الكثير. أعطى الله سبحانه وتعالى له الكثير، أعطى له البيوت، أعطى له السيارات، أعطى له الكثير من الممتلكات، لكنه في النهاية ينفق قليلا من هذا القليل ونفسه صعبة في إخراج هذا المال. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى فمنكم، ليس كل الناس، بل بعض الناس من هو خير ويحب عمل الخير وينفق أمواله في سبيل الله. قال فمنكم من يبخل، لكن الله سبحانه وتعالى خص الذكر بهؤلاء البخلاء فقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني سبب ذلك شخصيته، لا أن الإسلام أمره بالبخل، لا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن يبخل بماله، لا أن النبي صلوات الله وسلامه شجعه على البخل، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى قومه وأمته أن يعملوا هذا العمل أو أن يفعلوا هذا الفعل. قال لا تكونوا كبني إسرائيل حملهم البخل على أن قتلوا أولادهم وسفكوا دماء بعضهم بعضا.
فصفة البخل هي صفة اليهود والنصارى والأمم السابقة لنا، فهل نحن نتبع هؤلاء أم نتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل نتصف بما اتصف به هؤلاء من أهل الكتاب أم نتصف بما أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ قال: فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وأنتم الفقراء إلى الله. نحن الذين نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المال هو إعارة منه سبحانه وتعالى، أعطاه لنا قليلا من الزمن، وبعد قليل عندما يموت أحدنا فإنه يتجرد عن كل شيء. لن ندخل معنا في القبر أموالنا، لن ندخل معنا في القبر ما نلبسه من الثياب الجميلة الفارهة، لن نأخذ معنا سياراتنا، لن نأخذ معنا بيوتنا، وإنما نأخذ معنا أعمالنا الصالحة. كل إنسان في كل يوم في كل صباح ينظر إلى رقم حسابه في البنك، هل زاد ماله؟ هل نقص ماله؟ وكل يوم يفكر كيف يزيد ماله. هل فكرت عن حساب الآخرة؟ هل فكرت أن ترسل مالك إلى البنك الأخروي عند الله سبحانه وتعالى؟ فإذا ما أنفقت أو أنفقت مالك في سبيل الله فإن هذا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويربيه الرحمن سبحانه وتعالى بيده، كما جاء في الحديث: كما يربي أحدكم فلوه. فهذا المال ينمي ويزيد ويستثمر. كل الناس يفكرون كيف يستثمرون أموالهم وكيف يزيدونها. هذا خير الاستثمار الذي نقدمه لأنفسنا بأن نتصدق وأن ننفق في سبيل الله، فهذا إرسال إلى البنك الأخروي وعند الآخرة، ومن الآن إلى الآخرة الله سبحانه وتعالى يزيدها حتى نلقاه جل في علاه. قال كما جاء في الحديث: يربي أحدكم فلوه، فيربيها الله له سبحانه وتعالى حتى تصبح مثل الجبل، يجد أحدنا صدقته أصبحت أمثال الجبال. قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وهنا موضع الخوف وموضع الوجل الذي نخاف منه، أن الله سبحانه وتعالى إن وجد منا صفة البخل فإنه يستبدل بنا قوما آخرين. وهنا للاستبدال أركان خمسة: إذا لم نصدق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم نعمل بشريعته، وبخلنا بما أمرنا الله بأن ننفق فيه، وأننا ضيعنا شيئا من حدود الله، أو أننا لم نقم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فهذه أركان الاستبدال. إذا وجد أو إذا اكتملت هذه الأركان الخمسة فإن الله سبحانه وتعالى يستبدلنا بقوم آخرين لا يكونوا أمثالنا. لما نازلت هذه الآية على النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان إلى جنبه سيدنا سلمان الفارسي، فقال له سلمان: أو نستبدل يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن الله لا يستبدل بنا أقواما يكونوا مثل هؤلاء. وضرب على منكب سيدنا سلمان الفارسي. نعم، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، لو أن الدين تعلق بالثريا لناله رجال من هؤلاء. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هذا وقومه، يعني سيدنا سلمان الفارسي وقومه. فهذا يا معشر الإخوة والأخوات، هذه الآية تحضنا على أن ننفق أموالنا في سبيل الله، وأن لا ندخل في هذا الأمر الضيق المخيف من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إنفاق أموالنا في طاعته، وأن تكون خالصة لوجهك الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.